انعقد اجتماع تشاوري لوزراء خارجيه السعوديه ومصر والاردن وقطر والامارات وامين سر منظمه التحرير الفلسطينيه في الرياض وذلك لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وأكد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي كما أشار البيان إلى ضرورة رفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وشدد البيان على دعم المشاركين في الاجتماع لوكالة أونروا ودورها داعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وكذلك شدد على أهمية تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك على الرفض القاطع لجميع عمليات التهجير القسرية